منازلها إلا محب زايد أساسها واليوذن وراها داروا على الدانات سبع أبد إلا دار زايد لا تقرب حماها لا تقرب منازلها إلا محب زايد أساسها واليوذن وراها داروا على الدانات سبع أبد نحنا شعوب لها نفدى تراها نبذل الغالي لها دوم ونهب نحنا شعوب لها نفدى تراها نبذل الغالي لها دوم ونهب إلا دار زايد داري لا تقرب منازلها إلا محب زايد أسسها واليقن وراها حياكم الله مشاهدينا الكرام أوفياء برنامج لآلئ الاتحاد باستضافة متميزة وناجحة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة مواصلون في عرض حلقاتنا اليوم نحن متواجدون بإمارة الشارقة مع شركة زهرة الشام التجارية لصاحبها السيد زاهر القصاب أهلين أستاذ زاهر الله يسلمك يا رب أهلا بداية بنرحب بحضرتك معنا في البرنامج الله يبارك فيك يا رب أهلا وسهلا وفي البداية حابين نتعرف على شخصك الكريم ونعرف جميع متابعينا عليك أنا اسمي زاهر القصاب من سوريا جيت قبل 20 سنة لهون على الإمارات زيارة وتحولت هاي الزيارة لرغبة عمل وانتقلنا بعدين بقى لهال المواضيع هاي العوامل والأشياء التي وجدتها في دولة الإمارات المشجعة على الاستثمار. الأمور كلها يعني بشكل عام البلد جماليتها تسهيلاتها بالاستثمار بكل شيء يعني نسبة الربح اللي فيها سهولة العمل اللي فيها كل شيء يعني فيها بيعطيك حوافز إنه تدخلي فيها بمجال العمل للتطوير نفسك يعني فيها سرعة في التطوير أكثر من أي بلد تاني. البدايات دائما تكون صعبة وفيها بعض التحديات عندما قررت أستاذ زاهر القيام بالاستثمار والعمل داخل الدولة ما هي التحديات الأولى أو المخاوف الأولى بالنسبة لحضرتك؟ هلأ أكيد يعني في كتير أشياء يعني بتكون بتواجه أي عمل ما في عمل سليم 100% يعني أنه ما في مخاطرة أو ما في مثلا مشاكل بس وقت الإنسان يعني بده يبدأ بأي عمل لازم يكون حاطط يعني بأفكاره إنه أنا لازم واجه كل هاي الصعوبات وامشي فيها واتجاوزها وإلا ما حيقدر يعني إنه يبدأ بأي عمل. شركة زهرة الشام التجارية هذا هو عنوان شركة لليوم وطبعا المشروع الخاص بحضرتك الفكرة يعني كيف جاءت الفكرة جميع الخطوات التي قمت بها لتنفيذها ولجعلها الأرض الواقع وهو المشروع أينما متواجدون نحن اليوم هلأ هي الفكرة يعني اسمه ونصيب أي إنسان سبحان الله يعني البني آدم بيكون رب العالمين مختار له شيء يبدأ فيه وهو بده يبدأ بهذا الشيء اللي ربنا اختار له إياه
ليطوره ويكبره وينجح فيه. زهرة الشام التجارية، هذه الشركة التي مختصة في بعض المواد الغذائية، لو نتعرف بتفاصيل أكثر مع حضرتك عن المواد والتسهيلات وأيضا الخدمات المقدمة من قبل شركتكم. هلا نحن هون مجالنا يعني على الأغلب اللي هو المكسرات. نحن عندنا مصنع مكسرات، بنحمص جميع أنواع المكسرات فيها وبنوزعها بالجملة وبالتزيئة. كل ما يخص موضوع المكسرات نحن يعني مأمنينه كامل، من التحميص للتعبئة للتوزيع للتوصيل لكل أماكن الدولة وإمارات الدولة لعند زبون، يعني بحيث أنه عمل متكامل، فريق متكامل موجود ليقوم بهذا العمل من البداية إلى النهاية. المكسرات هذه المواد الأساسية طبعا، هي المواد الأساسية. نتعرف من أين تأتي هذه المواد، كيف يتم طبعا الحصول عليها؟ هلا أكيد هاي المواد يعني كل مادة أو كل آيتم بيكون يعني في له مصدر، يعني مو شرط أنه يكون في بلد معين أنه مثلا بيجي منه، لأنه مثلا في كل بلد تشتهر بشيء معين، فنحن كل آيتم وين هو الأفضل والأجود نجيبه من نفس البلد اللي نحن ممكن أنه نشوفه أنه أنسب لعملنا. يعني استراتيجية العمل والفريق العمل اللي بتعتمد عليه خلال هذه العملية كيف يتم اختياره؟ والله يعني هاي توفيقات من الله. نحن بنحاول أنه نعمل معه مقابلة ومع أسئلة مع تجربة مع إلى آخره، بناخد كل الأسباب اللازمة، وبالنهاية هو لازم يثبت نفسه في العمل، يعني بالفترة الأولى التجريبية هو اللي لازم يثبت نفسه، فوقت اللي بيمشي يعني بعمل بوتيرة عمل جيدة نحن أكيد نهتم فيه أكثر ومنطوره. وقت اللي بيكون سلبياته يعني أكثر من إيجابياته أكيد رح يعني نتوقف معه يعني وقت معين. جائحة كورونا هذه الفترة التي لم تكن سهلة على العالم عموما، جميع القطاعات تضررت بنسب مختلفة بجائحة كورونا. شركة زهرة الشام التجارية كيف تعاطيتم مع هذه المسألة، كيفية العمل في إطار وأطر احترازية خاصة؟ والله شو بدي أقول لك، هلأ بالنسبة لكورونا من جائحة كورونا إذا بقول لك في مثل بينطبق علينا أنه رب ضارة نافعة. نحن اشتغلنا أكثر بهي الفترة، يعني كان الناس ملزمة ببيوتها وما في شغل وكذا، نحن كان علينا ضغط أكثر من يعني زاد عندنا العمل أكثر من 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 أول، فما يعني الحمد لله الحمد لله إنه ما تأثرنا بهالفترة هاي ولا انضرينا ولا إنه صار عندنا أي شيء، بالعكس يعني كانت الأمور أفضل من هيك. طبعا نحن ما بنتمنى انه هالجائحه انه تطول والله يزيلها يعني عن هالدنيا كلياتها، بس الحمد لله يعني انه ما كانت يعني انه سبب في بعض المصالح الثانيه والمستثمرين الاخرين من اصدقائنا بعرفهم انه تضرروا، فسبحان الله نحن ما كنا مضطرين انه نفكر انه كيف بدنا مثلا نحل امورنا بكورونا او قبل كورونا وبعد كورونا وكذا. ليش؟ لانه ما تاثرنا بهالموضوع، بالعكس يعني كان الوضع جيد الحمد لله رب العالمين. ممكن لانه المواد الغذائيه يعني بكل الاحوال هي مطلوبه. يعني عندما نتحدث عن مفهوم النجاح لكل منا طبعا مفهومه الخاص لمساله النجاح، بحسب الاستاذ زاهر القصاب ما هو النجاح؟ النجاح هو اصرار وتحدي وعمل مكثف، يعني انه يقول اي انسان بده يقول انه انا لازم انجح، لازم اني
اتطور لازم اعمل، وهو بدون ما عم يبذل جهد هذا الامر ما بصير. لازم يبذل جهد اقصى ما عنده، يتحدى كل الصعوبات اللي بتواجهه، كيف بده يتخطاها وكيف بده يعني يمشي، وهذا هو يعني الإصرار على النجاح هو اللي بيوديك إلى طريق النجاح. المخططات المستقبلية أو ما أين ترى مثلا شركة زهرة أشام التجارية بعد فترات من الزمن؟ والله إن شاء الله يعني نحن طموحاتنا كبيرة و يعني ماشيين بخطط عمل ما بنحب يعني نحكي فيها، لأنه ما بتعرفي يعني الأمور ما بنعلم بالغيب، بس نحن طموحات كبيرة إن شاء الله يعني ماشيين للعالمية يعني بإذن الله تعالى. من خلال تجربة حضرتك الشخصية في مجال الاستثمار والنجاحات التي رصدتها داخل الدولة، ما هي رسالة المقدمة لجميع الشباب الراغبين في العمل والاستثمار؟ بصراحة يعني أنا بنصح كل الشباب أنه أي عمل بدهم يبدأوا فيه لازم يكون عن دراسة، عن إصرار بأنه ينجح أي عمل هو حيبدأ فيه إن شاء الله تعالى، ما يسمع للناس السلبيين بالحياة، ياخذ يعني بعين الاعتبار الناس الإيجابيين وينطلق معاهم ومن كلامهم بإيجابيتهم. يعني طموح الشباب لازم تكون يعني دائما موجودة، لأنه طموح الشباب هو اللي بيخلق التحدي بالحياة وبالعمل وإلى آخره، وبالنهاية توفيقات من الله والدراسة على أرض الواقع والعمل والاجتهاد على نجاح العمل هو اللي يعني هذا هو النصيحة الأهم لكل الشباب إن شاء الله. أستاذ زاهر، الآن رسالة من حضرتك إلى كافة قادة وشيوخ دولة الإمارات العربية المتحدة. والله بصراحة يعني كل الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة يعني وحكامها بدون استثناء بالكامل، يعني على التسهيلات والأمور اللي عم تهيئها للمستثمرين والشركات بالعمل بالدولة بسهولة وبراحة وإيجابية، وعبت يعني أي شيء بخص الشركات يعني لتطوير العمل تلاقي يعني هون الأنظمة إنه عبتعطيك تسهيلات إنه تمشي بهالأمور هاي يعني إنه للأمام يعني. شكراً ضيفي لليوم أستاذ زهر القصاب، صاحب شركة زهرة أشام التجارية وأيضاً مستثمر داخل دولة الإمارات العربية المتحدة. شكراً لك. إذا مشاهدينا الكرام، هي حصتنا اليوم لآلاء الاتحاد. نحن ملتقانا الأسبوع القادم، دمتم في أمان الله.